جرب النظام اللي انا بقوله بس ما خلصت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رايحين نبلش بالوحدة الأولى بعد ما إحنا أخذنا المحاضرة السابقة السيليبس، شرحنا لكم إياها بالتفصيل وبينا لكم شو المادة اللي رايحين ناخذها. اليوم رايحين نبلش بأول محاضرة اللي هي النتورك ديفايسز. مجملا قلنا لكم رايحين نسولف عن الديفايسز الرئيسية اللي إحنا بنستخدمها في الشبكة، وقلنا انه الشبكه عاده احنا بنسولف عن مجموعه من الاجهزه بتكون مرتبطه مع بعضها البعض. في عندنا نوعين من الاجهزه، في عندنا اللي هو المين ديفايسز وفي عندنا الانترميدياري ديفايسز. احنا اللي هو الاند ديفايسز مش رايحين نسولف عنها انواعها لانه ممكن تكون مختلفه. في عندنا اللابتوب وفي عندنا البي سي وفي عندنا البدا، في عندنا الاجهزه المختلفه اللي انتم بتستخدموها از يوزرز. بضل عندنا في النوع الثاني من الاجهزه اللي هي الانترميديري ديفايسز، رايحين نسولف عنها ان شاء الله بالوحده هاي بالتفصيل، زائد رايحين اللي هو رايحين نسولف عن الوايرلس كونكشن باراميترز وسكيورتي والترابل شوتينج، وايضا رايحين نسولف في نهايه الوحده عن اللي هو السيجمنتيشن. ايضا رايحين نسولف عن اللي هو الايثرنت لانه رايحين نستخدمه في الشغل تبعنا خلال المنهاج بالوحدات المتبقيه. رايحين ايضا نسولف عن الفاست ايثرنت والجيجا ايثرنت في نهايه هاي الوحده. بنبلش اليوم باللي هو الريبيترات او الريبيترز. الان في عندنا عدد النودز اللي بتكون موجودة داخل الشبكة. لما بنسولف احنا عن النودز للي ما بعرفش، مع انه يفترض انه كلنا احنا نعرف شو يعني نودز. النودز هي جميع او مجموعة العقد اللي موجودة داخل الشبكة، سواء كانت من الانترميديري ديفايسز او من اللي هو الان ديفايسز. الثنتين هذولا او المجموعات الثنتين هذولا بمختلف انواعهم بنسميهم احنا النودز، بنسميهم اللي هو النودز. الآن عدد النودز اللي موجودة داخل أي شبكة من الشبكات، وكلكم بتعرفوا أنه في عندنا عدد مختلف من أنواع الشبكات. أنواع الشبكات في عندنا البان وفي عندنا اللان والمان والوان والإنترنت والإكسترنت والإنترنت. هاي أنواع الشبكات المختلفة بتتأثر بعدد العقد الموجودة فيها، زائد اللي هي إذا كنا إحنا بنستخدم الوايرد نتويركس، طول الكيبلات اللي بتوصل هاي العقد مع بعضها البعض بتأثر على اللي هو الكواليتي للكوميونيكيشن. لما تتأثر الكواليتي للكوميونيكيشن اللي هي الاتصال ما بين العقد مع بعضها البعض، معناته احنا نهاية البيرفورمانس تبع الشبكة تبعتنا، البيرفورمانس تبع الشبكة تبعتنا رايح يتأثر سلبا او ايجابا. كلما زادت الكواليتي اوف للاتصال ما بين العقد مع بعضها البعض بزيد اللي هو البيرفورمانس تبع الشبكة. اذا قل اللي هو الكواليتي للكوميونيكيشن بين العقد رايح يزيد يقل عندنا البيرفورمانس. والهدف الرئيسي من انشاء اي شبكه انه يكون في عندنا شبكه الاداء تبعها عالي، يعني اللي بياسسوا هاي الشبكه واللي بنصبوها بحافظوا دائما وباستمرار على انه الشبكه تبعتهم تكون بتشتغل على مستوى عالي، الاداء تبعها بيكون اللي هو عالي.
الآن في عندنا مصطلح كمان اللي هو قبل ما نفوت على الريبيترز اللي هو الاتينيويشن. الاتينيويشن اللي هو عملية الذبول أو عملية اللي هو إنه السيجنال بتكونش واضحة، السيجنال بتكون متقطعة، السيجنال بتكون ما غير يعني المعلومات اللي فيها للكوميونيكيشن بتوين تو نودز ما بتكونش بالوضوح المطلوب، ما بتكونش بالوضوح المطلوب، وبالتالي بتأثر على الكواليتي تبع الكوميونيكيشن. طيب شو لهن علاقة المقدمة هاي بالريبيترز اللي هو اللي بدنا نسولف عنه؟ الريبيترز اللي بتكون موجودة اللي هي الانترميديري ديفايسز، واحد من الانترميديري ديفايسز، بيكون المهمة الرئيسية إلها إنه هي بتشتغل مشان تصلح الاتينيويشن. طيب طول السلك وعدد النودز شو علاقتهم الآن بشغلة اللي هي الاتينيويشن؟ طول السلك كل ما زاد طول السلك بتكون في عندنا الاتينيويشن، عامل الاتينيويشن بيكون عالي، يعني عملية اللي هو عدم الكلاريتي، عدم الوضوح بالسيجنالز بتكون عالية، وبالتالي بتكون الكواليتي واطية، وبالتالي بيكون البرفورمانس تبع الشبكة أيضا بيكون قليل. إذا حتى إحنا نحسن من هاي الظاهرة أو نتلافى هاي الخطأ اللي هو الشبكة تبعتنا، صار لابد إنه إحنا نستخدم اللي هو الديفايس اللي اسمها الريبيتر. إذا الريبيترز هي بتشتغل مشان إصلاح الخطأ تبع الاتينويشن، وبالتالي شو يعني؟ بالتالي هي بتحسن من الكلاريتي تبعت السيجنال، يعني بتصير السيجنال عندنا بتنتقل حتى لو انتقلت لمسافات بعيدة، لما يكون في عندنا موجود ريبيترات داخل الشبكة رايح السيجنال هاي بنحافظ عليها تكون دائما وباستمرار واضحة، وبالتالي احنا بكون في عندنا اللي هو الكواليتي تبعت الكوميونيكيشن عالية، والبرفورمانس تبع الشبكة بكون في عندنا عالية. هاي اللي هو الريبيترات، كيف الجهاز الريبيتر كيف بيستقبل اللي هو السيجنال وكيف بتطلع منه السيجنال. الآن هذا المثال احنا ماخذينه او راسمينه على اساس انه في عندنا اللي هو ديجيتال سيجنال، ديجيتال سيجنال. وإذا بتتذكروا قلنا احنا في عندنا عادة نوعين رئيسيات من اللي هو السيجنال. النوع الثاني اللي هو الديجيتال سيجنال، البيك العالي هون بيمثل قيمة الواحد، وبالأسفل بيمثل قيمة الزيرو، لأنه عادة عندنا احنا قلنا البيانات بتطلع ممثلة بإيش؟ بالبتات، والبتات هي عبارة عن 0-1. الآن تردد الكهربائي بيكون عبارة عن عالي واطي، أوف أون. الأوف هي الزيرو، البت الزيرو، والون اللي هي الأون. الأون هي قيمة الون. أوكي، ما علينا. الآن هون لاحظوا عندنا إنه الإشارة وصلت غير واضحة، الإشارة غير واضحة، الإشارة مكسرة، الإشارة مكسرة. الآن لما يستقبلها الريبيتر شو اللي بيسوي الريبيتر؟ الريبيتر كل ما هنالك بعيد بناء السيجنال هاي مرة ثانية وبطلعها ساغ سليم جديد. طيب وبعدين الآن لما تطلع عندنا ساغ سليمة بالشكل هذا كأنها طلعت توها من المصدر تبعها اللي هو السندر، أوكي، أو السورس، الآن بتقدر تمشي لمسافات بقى كمان نفس المسافة اللي مشيتها بالبداية من هون حتى وصلت للمرحلة هاي اللي هي مرحلة إنه تكون عندنا السيجنال اللي هي غير واضحة. طيب
إذا في عندنا قلنا نوعين من الإشارات، في عندنا ديجيتال سيجنال وفي عندنا النوع الثاني اللي هي الأنالوج سيجنال، ديجيتال سيجنال والأنالوج سيجنال. بالنسبة للي هو الديفايسز اللي احنا بنستخدمها مشان عملية التبويت للسيجنال بالأنالوج نتوركس، اوكي، للي بتستخدم الأنالوج سيجنال، هذول بنسميهم احنا اللي هو الامبليفاير. الديفايسز ما بتكونش ليهم نفس اللي هو السيجنال، ما بكونش ليهم نفس السيجنال، لكن لازم يكون ليهم اللي هي القدرات تبعت اللي ايش الريبيتر. لما يكون ليهم القدرات تبعت الريبيتر معناته هن بيقدرن انه يحافظن على الشيب الرئيسي، الشيب المثالي لمين؟ الشيب المثالي للسيجنال. والشيب المثالي للسيجنال زي ما احنا شفنا بهون بالسلايد اللي قبليها، هذا مش الشيب المثالي للسيجنال. الشيب المثالي للسيجنال واللي انت درسته بالشبكات هذا هو اللي هو الشيب. وفي عندنا بالنسبه للانالوج، بالنسبه للانالوج بتكون عندنا اللي هو الساينوسايدل، اذا بتتذكروا اللي هو رسمه الساين، الساين، اللي بتكون عباره عن اللي هو كيرف، البيك تبعه من الاعلى يمثل قيمه ال1 وبالاسفل القيمه بتمثل اللي هي الزيرو او الاون والاوف. طيب الريبيترات على اي لير بتشتغل؟ احنا قلنا بالاو اس اي موديل والتي سي بي اي بي موديل، سواء كان الاربعه لايرز او السبعه لايرز، بتبلش عندنا اول لاير موجوده اللي هي الفيزيكال لاير. اذا الامبليفايرز هذول بيشتغلن على اللي هو اللاير رقم واحد، اللاير رقم واحد اللي هي الفيزيكال لاير. بالنسبة للشبكات اللي حاليا صرنا نستخدم لها اللي هو الفايبر اوبتكس، الوصلات الفايبر اوبتكس مش الكيبلات اللي هي النحاسية، نستخدم فيها الفايبر اوبتكس. اللي بيشتغل لنا الفانكشن هذا اللي بيقوم بعمل الريبيترز بنسميه اللي هو الاوبتيكال ريبيترز، يعني احنا بنستخدم ريبيترات مع سواء اللي هي اللي بتشتغل على الديجيتال او الانالوج نتوركس، اي واحده. الثالثه اللي هي بتشتغل على الاوبتيكال فايبر، بنستخدم لها اللي هو الاوبتيكال ريبيترز. الان اذا كان في عندنا اكثر من نوع، في عندنا اكثر من نوع من الكيبلات داخل الشبكه، هل في عندنا ريبيترات بتقدر توصل هاي الديفرنس ميديا مع بعضها البعض؟ بكون في عندنا ريبيترات خاصه، هاي الريبيترات الخاصه عندها القدره في انها تربط عندنا اكثر من نوع من اللي هو الفيزيكال تايبس، الفيزيكال تايبس، وبتلاقي بالتالي بتكون عندنا الميديا مختلفه. شو يعني الفيزيكال تايبس؟ يعني على سبيل المثال لما يكون في عندنا اللي هو الفايبر اوبتكس مع الكيبلات النحاسية، في عندنا الريبيترات خاصة بإمكانها أنها تستوعب سواء كانت جاي السيجنال الضعيفة من الكيبل النحاسي أو جاية من الكيبل الفايبر، بإمكانها تستقبلها وتأخذها وتعدل عليها وتحسنها وتطلعها مرة ثانية بالشيب الرئيسي اللي زي ما طلعت من اللي هو السورس نود أو السورس السندر. هاي في عندنا اللي هو مثال بسيط كيف بتكون عندنا الريبيترات داخل الشبكة وين بكون موقعها داخل اللي هو الشبكة. الجهاز الثاني اللي رايحين نسولف عنه اللي هو الهب. طبعا الهب هو من الأجهزة القديمة اللي تم استخدامها مشان ربط الأجهزة مع بعضها البعض مشان تشكل عندنا ما يسمى الشبكة. إذا في عندنا قلنا إنه عندنا مجموعة، الشبكة هي عبارة عن مجموعة من الأجهزة مرتبطة مع بعضها البعض. الارتباط هذا بيكون سلكيا أو لا سلكيا.
الآن عملية الاتصال ما بين الأجهزة مع بعضها البعض أو أنواع الشبكات، قلنا في عندنا نوعين اثنين رئيسيات. في عندنا اللي هو الـ point to point network، وهذه بتكون فيها عبارة عن فقط جهازين متصلات مع بعضهم البعض، ما فيش داعي يكون في عندنا وسيط بالوسط بيناتهم، يعني إن متصلات مع بعضهم البعض ما فيش داعي يكون في بيناتهم وسيط مشان يوصل بيناتهم. لكن إذا زادت الشبكة عن جهازين بصير في عندنا نوع آخر من الشبكات. النوع الآخر من الشبكات هذا بنسميه اللي هو السيرفر كلاينت نتورك. لما يكون في عندنا نوع شبكة كلاينت سيرفر نتورك معناته لازم يكون في عندنا intermediary devices، جهاز موجود بالوسط بيضمن لنا اتصال الأجهزة مع بعضها البعض بالإضافة للي هو الميديا سواء كانت واير أو وايرلس. إذا بالإضافة للميديا لازم يكون في عندنا ديفايس بتضمن اتصال هاي الأجهزة مع بعضها البعض. وأول جهاز رايحين نسولف عنه اللي هو الهب. هاي الهب هي عبارة عن generic connection devices uses to tie several network cables together to create a link between different station and a network. لاحظوا عندنا يعني مش رايحين احنا نوضح كل المصطلح بمرق علينا، يعني لما نقول station لما نقول nodes نفترض احنا كلنا تخصصنا شبكات نعرف عن ايش بنحكي، ها؟ لكن للتذكير احنا بنقول الستيشن هون المقصود بها مشان ما تتخربطوش اللي هي الان ديفايسز او الانترميديري ديفايسز. يعني ايش؟ يعني النود. اذا الستيشن لما بدهن يتصلن مع بعضهن البعض لازم يكون في عندنا إشي يربطهم مع بعضهم البعض. عندنا هنا بالشبكة حتى نربط هذول الأجهزة مع بعضهم البعض بنستخدم الهب، والهب هو عبارة عن generic connection devices، يعني هذا عام، عام. ورايحين نشوف إنه في عندنا نوعين من الهب، في عندنا الactive hub وفي عندنا اللي هو الباسيف هب. الاكتيف هب امبليفاي اور ريبيت سيجنال ذات باس ثرو ذم. اذا بيشتغل ايش؟ بيشتغل شغل اللي هو الامبليفاير او الريبيتر بحيث انه يخلي السيجنال اللي بتيجي عليه تمرق من خلاله بدون القيام بأي إجراء. رايحين نشوف كمان شوي بالسويتش والراوتر إنه لما تصل السيجنال للسويتش أو الراوتر بصير في عندنا إجراءات، بينما هون بالهب لا، مباشرة بخلي السيجنال اللي بتصله إنها تمرق من عنده بالاتجاه الطرف الآخر. الباسيف هب هذا بيسوي عملية اللي هي وصل للكيبلز بالنتورك، و ما بصيرش عندنا اللي هو عملية إعادة ريجينريشن للسيجنال اللي بتصله. إذا provide no signal regeneration. أوكي. طيب الآن بالنسبة للتوبولوجي هي بتورجينا كيف اللي اوت النهائي للشبكه مربوطه مع بعضها البعض اللي هي الديفايس واللي هي ايش؟ الكيبلات. كيف الكيبلات بتربط اللي هو الاجهزه مع بعضها البعض. لاحظوا عندنا هاي جهاز الهب موجود عندنا هون بالنص قاعد بربط لنا خمس اجهزه مع بعضهن البعض. طيب وبعدين الآن إذا الكمبيوتر هذا بده يحكي مع الكمبيوتر هذا، كل ما هنالك إنه الجهاز بودي الإشارة أو السيجنال للهب،
الهب هون رايح يودي السيجنال هاي لجميع الأجهزة بدون ما يعرف أصلاً الكمبيوتر رقم واحد هذا مودي السيجنال لمين. إذن شو اللي بيسويه؟ هو بمرر السيجنال مباشرة من عنده لباقي الأجهزة. طيب لنفترض أنه الجهاز هذا مودي السيجنال فقط للجهاز اللي عندنا على الأعلى باليمين، باقي الأجهزة ليش بودي لها؟ هاي هي طبيعة شغل الهب. الهب ما بميزش، لذلك بسموه اللي هو الجهاز الغبي، لأنه بيستقبل السيجنال وبوديها مباشرة لجميع الأجهزة المتبقية اللي موجودة عندنا داخل الشبكة. طيب بنيجي الآن لمساوئ وحسنات اللي هو الريبيترات والهبات أو الهبس. الحسنات للريبيترز والهبس، أول شغلة اللي هي مو زي ما لاحظتوا قبل شوي، الإشارة لما تصل للهب أو الريبيتر برد يعيدها مرة ثانية بيسوي لها جنريشن لباقي الأجهزة، معناته بيوصل لنا السيجنال هاي لمسافات أبعد مع ضمان اللي هو انه الجودة تبعت السيجنال هاي بتكون كويسة. الآن عملية المرور من خلال الهب او الريبيتر للسيجنال ما بتتأثرش سلبا، يعني ما بصير لهاش تأثير سلبيا، وبالتالي ما بصير لهاش عملية اللي هو degradation او عملية اللي هي انه يصير في عندنا تأثير سلبي على هاي الإشارة. بعض أنواع من الريبيترز ممكن أنها تسوي عملية اللي هي توصل أنواع مختلفة من الشبكات مع بعضها البعض من خلال استخدام اللي هي أنواع مختلفة من الفيزيكال ميديا، مثل اللي هي الكيبلات النحاسية أو الكيبلات الفايبر أوبتكس. المساوئ، أول سيئة من مساوئ اللي هو الريبيترز والهب اللي هي cannot connect different network architectures such as اللي هي توكر رينج والإيثرنت. الآن إذا إجينا للتصنيفات، وهذا الحكي أنتوا أخذتوه طبعاً، في عندنا الأنواع مختلفة من النتورك أركيتكتشرز زي التريبل بي والإيثرنت والتوكن رينج. بدي أوقف عند النقطة هاي وأشوف الطلاب اللي موجودين معنا. بدي واحد من الطلاب يسولف لي شو يعني ديفرنت نتورك أركيتكتشرز، وتحديداً شو التريبل بي مثلاً على سبيل المثال. مين حاب يشارك؟ موماني سامعني؟ معك موجود. ايوه، سولفنا عن النتورك اركيتكتشرز، وسولفنا او بدنا بس سولفنا شو الان النتورك اركيتكتشرز شو يعني؟ كونك تخصصك شبكة. لك مفروض دكتور. دكتور أو قرب ثمك من الميكروفون لأنني مسامع. تمام، خلينا نغير الميكروفون، خلينا شيء سماع. دكتور بتحكي عن أنواع التوصيل بين الشبكات، المعمارية التوصيل بيناتهم، واللي ترابل بيه هو البروتوكول point to point protocol، هو بنقل من نقطة إلى نقطة. اوكي، مين عنده تعديل على اللي حكاه احمد؟ عبد الفتاح شو رايك؟ انا معك دكتور. ها؟ مش فاهم عليك دكتور، ثواني بس. طيب معك. فرح شو رايك يا فرح؟ خلاص يعني؟ فرح. ايوه دكتور. شو رايك بالموضوع؟
طيب مهند ايش حاده؟ مهند. نعم دكتور. شو رايك في الموضوع؟ والله ساعتي بس بستوعب دكتور، ان شاء الله بعد يكون مستوعب. اوكي، انت شو تخصصك؟ علم حاسوب. علم حاسوب، بحق لك ما تجمعش. طيب نتالي سامر. نعم دكتور. شو يعني توكينج رينج؟ شو تخصصك؟ شبكات. طيب أي سنة؟ أول فصل إلي، بس أنا تجسير. أوكي خلاص، أنت مش مشكلة، الحق على الناس الثانيين. طيب البوريني. بوريني، عمر البوريني. يا عمر، عمر، واحد يودي رسالة لعمر خليه يرد علي. من هو الأدمن على الشبكة وين عندنا؟ أنا دكتور ضفتك قبل شوي. ودي له على العمر، قل له اصحى خليه يرد علي. أنا دكتور. إذا أنا أجاوب على الرينج توكن، أجاوب عليه؟ لا، بدي هو عمر يحكي معي، خليه يرد علي. طيب بنتابع على اللي هو الـ disadvantages، اللي هو الـ repeaters والهب. في عندنا ما بنسويش عملية reduce للنتويرك ترافيك. ليش؟ لأنه شو بيجيه بيطلعه. لذلك قلنا قبل شوي، إذا شفتوا اللي هو الهب، قلنا لما تصلوا الرسالة مباشرة بيطلعها زي ما هي لباقي الأجهزة بدون أي إجراء. وبالتالي كمية الداتا اللي بتنتقل على اللي هو الشبكة بتظلها نفس ما هي. وبالتالي هل بيأثر هذا سلباً على الشبكة؟ نعم بيأثر سلباً على الشبكة، لأنه بيسوي لنا تأثير على الريسورسز تبعت الشبكة. أيضاً do not segment the network. طبعاً segmentation رايحين ناخذ مصطلح بنهاية الوحدة هاي. segmentation لها نوعين. في عندنا segmentation بالنسبة للشبكة itself، إنه بنجزئ الشبكة لأجزاء أصغر. وفي عندنا segmentation اللي أنتوا أخذتوه بتعرفوه، اللي هو عملية إنه لما يكون في عندنا stream of data من السورس تطلع من عنده، بصير لها عملية اللي هي التجزئة. لا إيش؟ لأجزاء أصغر، وكل جزء من هاي الأجزاء بروح بطريق مختلفة من السورس للديستينيشن حتى يتصل للديستينيشن، وكل واحد بيكون له رقم متسلسل بيصل لهناك وبتجمع مع بعضهن البعض، وبترجع الستريم زي ما كان بالأصل باللي هو السندر أو السورس. وبالتالي عملية الفورماتينج للداتا هاي بالهب والريبيتر ما بتحطش باللي هو الهبس والريبيترز، الفريم بتظلها زي ما هي، الفريم بتظلها زي ما هي. ايضا الريبيترز قلنا ما بتسويش عمليه سيجمنت للنتورك، وبالتالي الفريم ذات ار برودكاست تو ا جيفن سيجمنت مي كولايد. الكولايد هون طبعا حكينا به قبل هالمرة، قلنا لكم من المساوئ الكبيرة جدا بإرسال الداتا أنه يصير في عندنا كوليجن. لأنه عملية الكوليجن لما تصير بين الداتا تصير في عندنا عملية إسقاط للداتا. وبالتالي إذا بتعرفوا كلكم تتذكروا تسلسلا هي إجراءات بتأثر سلبا على البيرفورمانس تبع الشبكة. ليش؟ لأنه رايح الريسورسز تبعت الشبكة تتأثر، لأنه عملية تصادم الباكيتات أو الفريمات بيؤدي إلى ضياعها. عملية ضياع الفريمات أو الداتا هاي بيؤدي إلى أنه لازم يصير عملية إعادة إرسال مرة ثانية لهاي الداتا
من السورس. وبالتالي اللي هو devices that see the traffic of other devices are said to be on the same collision domain. يعني قبل شوي رجيناك وقلنا لكم انه الهب شو بصله بده يوديه لباقي جميع الأجهزة، معناته جميع الأجهزة اللي موجودة عندنا بالشبكة اللي موصولة من خلال الهب، شو هذول بنسميهن؟ بنسميهن at the same أو on the same collision domain، كلهن بنفس الكوليجن دومين، وبالتالي الداتا اللي بتنطلق منهن ممكن انه يصير لها عملية اللي هي التصادم وخسارة اللي هو الداتا أو ضياع للداتا. الجهاز الثاني اللي رايحين نسولف عنه اليوم اللي هو الوايرلس اكسس بوينت، والوايرلس اكسس بوينت اللي هو بروفايد سيل بيست ارياز وير وايرلس كلاينت زي اللابتوب والبدا كان كونكتد تو ذا نتورك باي اللي هو associating with the access point. الآن في عندنا إذا بتتذكروا بالداخل الجامعة بالكلية بالطابق السادس عند المختبرات في عندنا خلايا كنا نقول لكم عنهن، هذول هن الاكسس بوينت، وقلنا لكم انه الاكسس بوينت هذول انه انت بامكانك السمارت فون تبعك او اللابتوب انه من خلاله بتقدر تشبك ويرلس مع مين؟ مع اللي هو الانترنت، شبكة الانترنت او مزود الانترنت اللي بزود الجامعة. إذن هذا هو المقصود بالاكسس بوينت، الويرلس اكسس بوينت، ان هذول الخلايا اللي كانوا موجودات بالطابق السادس واللي انت من خلالها كنت تقدر تشبك على اللي هو شبكة الانترنت. الآن الاكسس بوينت هاي بتشتغل على اللاير الثاني، إذا بتشتغل على اللاير الأولى واللاير الثاني، اللاير الأولى واللاير الثانية وين؟ بالوساي موديل أو الوساي سود. طبعا اللاير الأولى اسمها الفيزيكال لاير للي ما بيعرفش، لتخصصه كمبيوتر ساينس، واللاير الثانية اسمها اللي هي الداتا لينك لاير. الإشي الرئيسي أو الفانكشن الرئيسي اللي هو الأكسس بوينت إنه بتشتغل تقريبا زي الهب، يعني شو بصلها بتطلع، شو بصلها بتطلع بدون إجراء أي تعديلات على هاي السيجنال اللي بتصلها. لكن الأكسس بوينت عادة زي ما احنا شايفين بالرسم هون بتكون موصولة باللي هو السويتش، والسويتش يعني لنفترض انه اي واحد منكم هاي جهازه اللابتوب خش على الشبكة هاي من خلال اللي هي الاكسس بوينت، من الاكسس بوينت بروح على وير، لاحظوا عندنا هذا سيلكتر ممدود سلك وير، بعد الاكسس بوينت مباشرة لازم يكون في سلك، سلك هذا بكون موصلنا بالسويتش. فيما اذا لو كان الاكسس بوينت ويرلس لازم يكون في عندنا السويتش بيرتبط، الوايرلس سويتش بيرتبط اللي هو وير مع اللي هو الراوتر. اذا بدنا نطلع وين؟ خارج الشبكة اللان. اذا بدنا نطلع خارج شبكة اللان بعد السويتش الوايرلس سويتش لازم يكون في عندنا موصول وير يعني سلكيا مع راوتر، والراوتر بوصلنا وين؟ بوصلنا خارج اللي هو اللان، خارج اللان. الوايرلس ستاندر الاند اورجنايزيشن في عندنا اللي هو اكثر من ستاندر صحيح، وكل واحد له خصائص مختلفة وخصائص متعددة. في عندنا طبعا زي ما شفنا الاوريجينال اول واحدة اللي هي الاصل يعني اللي تم استحداثها اللي هي 801.11.
بعدين بيجي بعدها 811.BAB بعدين A بعدين اللي هو الفيرجن G. بالنسبة للفريكوانسي كلهم تقريبا 2.4 ما عدا اللي هو الA اللي هو 5 جيجا هيرتز. الترانسميشن ميثود في عندنا اللي هو الانفراريد فريكوانسي هوبينج للقفزات، وفي عندنا دايركت سيكونس سبريد سبيكترم، والاوريجينال فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسينج، واخر واحده الجي اللي هي الدايركت سيكونس سبريد. طبعا هذول كلهم اخذناهم الترانسميشن ميثود اللي اخذ معي ماده الشبكات اللاسلكيه اخذناهم بالتفصيل. الداتا ريتس عادة تقاس بالبيت بير سكند، وهنا احنا حاطينها بالميجا بيت بير سكند. في عندنا اللي هو الاوريجينال 1.2، البي فيرجن بي 1.2 ممكن يكون 5.5 و11، والاي والجي الهن ايش الهن طبعا الهن داتا ريت مختلفات. يعني كيف بدي اقول لك، يعني على سبيل المثال الان انه انت اشتريت سمارت فون، السمارت فون هذا في عندنا الاوبريتنج سيستم القدره له مختلفه، في شيء اللي هو 64، في عندنا 128، في عندنا الى اخره، هذا المقصود به. فهنا كل نوع من انواع الاجهزه للجي او للاي او للبي بيختلف بالداتا ريت من حيث المصنعيه، انه كل واحد منهم له قدره في عمليه اللي هو الداتا ريت. لذلك بتلاحظوا عندنا اللي هو الاوريجينال عندنا 1 و2، في عندنا البي اللي 1 و2 و5 و5. لغايه هون بنكون احنا انهينا محاضرتنا لغايه اليوم، وان شاء الله بنلتقي بكم باللي هي الوايرلس نتورك كومبوننتس بالمحاضره القادمه. مين عنده اي سؤال لغايه هون؟ دكتور يعطيك العافيه. اي سؤال لغايه هون؟ يعطيك العافيه دكتور. لقيتوا هذا الشاب اللي قلت لك عنه؟ دكتور هيو بحكي ما كانش عارف يشغل المايك من الزوم. ما كانش عارف كيف يشغل المايك من الزوم. دكتور هيو يعطيك العافيه. ايوه 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 ثاني